ما حكم تغطية المرأة لقدمها في الصلاة؟ ومن صلت دون تغطيته فهل صلاتها صحيحة أو لا؟ يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة لأنهما عورة في الصلاة، فلو كشفت قدميها أو أحدهما متعمدة لم تصح صلاتها، لأنها لم تستر عورتها في الصلاة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الدرع يعني في الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل على أن القدمين في الصلاة يجب سترهما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والصلاة هل هي صحيحة أو باطلة شيخ صالح؟ من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا انكشف شيء منها متعمدا أو غير متعمد وتركه فإن صلاته تبطل، لأنه اختل شرط من شروطها وهو ستر العورة. نعم. النساء يغفلن كثيرا شيخ صالح عن هذا الموضوع، ما هو رأيكم؟ الواجب عليهن التنبه لهذا الأمر وتنبيه أخواتهن عليه، فإن المرأة لا يجوز أن يبدو منها وهي في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، إذا كانت بحضرة نساء أو بحضرة محارمها فإنها تكشف وجهها في الصلاة فقط، وأما البقية من بدنها فيكون مستورا، أما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. البعض يناقش فيما إذا كانت المرأة في غرفة لوحدها، هل يجب عليها أيضا أن تلتزم بهذا الغطاء لتأدية صلاتها؟ نعم، اللباس في الصلاة له خاصية، فالعورة في الصلاة غير العورة خارج الصلاة، فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. الله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.